طبيعي. تمام الأمور بخير. خليها تجي ما في مشكلة. أنا عندي ما ملك التحاليل. كمان ممتاز. تسأل عني. ما في مشكلة. شاف الدكتور معاذ قبل ما يطلع. شافه. مساء الخير. مساء النور. أنا المقدم رؤوف من المكتب. سلام. سلام. حياتي. من شهرين دخل أحد أصدقائي على المستشفى وكان فيه طبيبة رائعة بإنسانيتها وجمال روحها. كانت مشرفة على علاجه وكانت السبب بشفائه. بعتقد اسمها الدكتورة سوزان. موجودة لو سمحت؟ إيه طبعا موجودة، ولأجل الحظ مناوبتها اليوم بالليل. بعرفك على الدكتورة سوزان. أوه دكتورة سوزان، ما هو الحظ شو حلو. يعني كل شيء كنت بتوقعه إلا أنه شوفك اليوم وكحل عيني بشوفتك، هذا من دواعي سرورك. شكرا لذوقك. شكرا لانك موجوده بالحياه، لانك عم تحسني صوره المشافي العامه. انا اسف، بدي اطلب طلب غليظ. اسمحي لي بوس ايدك تعبيرا عن امتناني لانسانيتك العاليه. بعد ما خليتيني ادخل التاريخ بهالبوسه، اسمحي لي اسمك على بجانا. نحن بنعزمك. ما بنختلف، المهم نشرب قهوه. شرف. معنا زنكم شباب. شكرا. يعني كل شيء طلبتيه برسالة سويته بس بطريقتي. اعتذرت منك وبست ايدك وطلبت السماح، ولا انا غلطان؟ وبخبزك سويت كل هالشي وبينت انسان نبيل وجنتلمان. شوفي كل واحد بيساوي الطريقة اللي بتناسب مكانته. مع ان اللي عملته اليوم في احتيال، بس حركة ذكية. أنا بحب الأذكياء. معنا قبل ما تكمل، اللي صار اليوم ما رح يتكرر، وغطرستك وانت عم تتعامل معي بتبطلها. يا إما ما رح نلتقى بعد اليوم، يعني ما رح تشوفني أبدا، وهي أقصى عقوبة فيني عاقبك إياها. تعجبني ثقتك بنفسك. تعجبني ثقتي أكثر إذا احترمتها. اللي مثلك. Thank you.